الخمسة التي أثبتت إلى حد ما كانت فاعلية. فهذه اقتراحات أيضا مفيدة. فرنسية ونفق با دوملات سون كاسيدو. أظن أن ما رأه الغرب في المنطقة الإفريقية يقول الغرب لإفريقيا، إحنا جربنا عبر التاريخ الكثير من المراحل، كانت فيها الديكتاتوريات وكانت فيها الانقلابات وكانت فيها العسكرة، ووصلنا إلى هذا النظام الديمقراطي الآن التمثيلي بالانتخاب. فعليكم إذن أن تتبعوا هذا النظام بدون أن تمروا بما مرنا به. وأظن أن ليس هناك طفل من مرحلة رضيع يصبح رجلا، يجب أن يمر لكل تجربته. أظن أن ما يمكن للعالم أن يفعل هو أن يترك إفريقيا تأخذ وتيرتها نحو المستقبل. يتطلب الوقت الذي يتطلبه، لأن الوقت يجب أن لا نقيسه بأعمارنا إحنا كأشخاص، يجب أن نقيسه بأعمار التاريخ. وقرن في التاريخ مدة قصيرة، إذا قلنا بعد قرن فقرن مدة قصيرة بالنسبة للتاريخ. وربما المحللون ينظرون إلى قضية الوقت انطلاقا من أنفسهم كأشخاص كيعيش 80 ولا 70 عام، ينطلق من هذا المنطلق. هذا تاريخ أطول من ذلك، والناس الذين يعملون الآن والذين يفكرون الآن يجب أن يفكروا بالوقت كتاريخ، ماشي بالوقت كعمر الأشخاص. هناك موجة، ما رأيناه في غينيا، ما رأيناه في مالي، ما رأيناه في بوركينا فاسو، ما رأيناه في النيجر، وربما ما رأيناه كذلك في الغابون، في الغابون، هو أن الساكنة التي كانت تهرع داخل بيوتها وتقفل أبوابها ويصيبها جو من الرعب من الخوف، أصبحت الآن تخرج وتزغرد وتصفق لهذه الانقلابات. فإذا كان هذا الانقلاب الذي تصفق له الساكنة، هل هو يكتسب شرعية بهذا التصفيق؟ لا. سؤال، هل يمكن أن نقول أن كل الانقلابات العسكرية التي نراها الآن هي انقلابات لا شرعية؟ فربما هؤلاء الذين أخذوا هذه السلطة بالقوة هم أكثر شرعية من ذلك الذي نزعوه، لأنه ربما جاء بطرق أخرى. وأظن أن أحد الحاضرين وضع في السؤال دياله قضية الانقلابات الدستورية، فلماذا لا نقول عن الانقلابات الدستورية أن رأينا أن مثلا إفريقيا الغربية، غرب إفريقيا سيتدخلون عسكريا في النيجر، لأنه لماذا لم يتدخلوا عسكريا في دول أخرى قامت بانقلابات دستورية؟ أظن أن هؤلاء الذين يخترعون بعد الأوقات، يخترعون بعد المبادئ لتدخل في شؤون أخرى. المغرب يؤمن أن كل دولة لها حدودها، أن كل دولة لها ترابها، وأنه يجب السهر على سلامة التراب الوطني لكل دولة ولا يتدخل في الشؤون الداخلية للدولة.